صباح النور. من هذا المسجد كيتواجد في المنطقة ديال الدردارات، وهذه النقطة هذه هي ماشي نقطة الانطلاق، وإنما غير توقف لأجل تناول وجبة الإفطار. تفرقنا لدو جروب، كاينين جروب راه داخل في القهوة، وجروب تاني بعيد شويه على تقريبا في هاد البناية اللي كدارهم فاس تما، كاين واحد القهوة. وجروب ثالث عاود مشى ادروات، فين كاين هاد الشاحنة اللي دازت، كاين عاود واحد الملبنة تما، لان باش نربحوا الوقت. المقاهي هنا ما متعودين شي يسربيو مجموعة ديال لي كليون الزبناء في واحد الفترة وجيزة، ولذا حنا كناخذوا الاحتياطات ديالنا باش نربحوا الوقت. الوقت ديال الخروج، خرجنا من طنجة في 6:14 ولا 15 ديال الدقائق، وصلنا هنا 8:30. دونك عندنا نص ساعة ديال وجبة الإفطار، وبعد ذلك باقي لنا واحد 15 كيلومتر تقريبا، عاد حطنا ترونسبور تما باش نبداو المسار ديالنا لهذا اليوم هذا. نص ساعة يضرب فيها واحد 3 كيلومتر. عبد الربع
شاعر وبقى عنده بلاصه خاويه بقى بلاصه خاويه السيد
I got one. I never saw it.
عندنا مسكين ياك
الراضي اليوم يتبورد جابوا له واحد المنافس سميتك ها وليد عقاه ما كيقرا اليوم
شما قسم السلام ياه تبارك الله عليك. هذا هو الجبل ام قادي دي منين السيف سير 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 نزل لا تا صاحبي لا تما لا سير شري مول هاد ديكولي تما تما مورا هادو مورا راخو تريتمنت ما يتبل هادي كلها هادي كلها رايه في الجامع من تما بديتو اسيدي ما جين وخرجتو في ام في ام قادي منين السيف طلعتو لعين الشوق ورقبتو للقصبه القصبه ونزلتو راهو هكذا راهو هكذا راهو هكذا راهو هكذا راهو هكذا راهو هكذا غاليني بويا يلا يلا دغيا 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 في ديك المغاره غاليني دغيا غاليني دوني حجاس